مثل هذا الوعاد. ألا تخشى كفنان نحن نكون داخلين في منطقة سبيل. كل هي غير الثقافيه الفنيه لسه الاغاني يعني في بلاد قدمت كده ناس كشوف جغرافيه واكتشفت الامريكات بره في شيء نفس السؤال اللي وجهه الاستاذ خالد وهو ان في خوف ايضا يا دكتور حازم لدى الكثيرين من الاقباط من المستثمرين بيفكروا دلوقتي في الهجره في ناس كتير من اللي بيشتغلوا في السياحه اي من الجاي وحاسين ان في غموض وفي حاله ضبابيه وزي ما بقول حياتك في كتير منهم فكروا ان هم يخرجوا بره مصر. بس هي مش بسبب مش بسبب دكتور محمد مرسي بالضروره، يعني هي بسبب ان الوضع نفسه ضبابي كله، يعني حتى لو جه الفريق احمد شفيق لو قررت اللجنه العليا للانتخابات ان الفريق احمد شفيق يبقى هو الرئيس، في النهايه برضه هيبقى رئيس بهذه الاغلبيه اللي لا تذكر، وبالتالي هي تجعله رئيسا ضعيفا. وطالما انه هذا الرئيس سيكون ضعيفا باغلبيه ضئيلة لا تستند إلى قاعدة شعبية عريضة وفي نفس الوقت مؤسسات الدولة ليست يعني ثابتة بكامل عافيتها فدوت بيخلق نوع من القلق وعدم الارتياح القلق وعدم الارتياح وعدم الأمان وده موجود وقد يؤثر في بعض المستثمرين نعم لكن اعتقد انه لو نظروا الامور نظره عميقه المجتمع المصري اعتقد انه اي بلد اخر في ظروفه دي كان ممكن انه ينتقل الى حرب اهليه وده لم يحدث رغم كل الصعاب اللي احنا شفناها ما انتقلناش الى فكره الحرب الاهليه وبالتالي المصريين زي ما قال الاستاذ خالد وانا اوافقه تماما عندهم حس حضاري كبير يستطيع انه يحفظ الامور، الامور ليست مبهجه للمستثمرين، المستثمر جاي عايز مصلحته وعاوز يكسب في سوق مستقر ده مفهوم يعني، لكن انا اعتقد ان مصر خلال فتره ليست طويله كما نعتقد ستستعيد استقرارها وتنقشع هذه الضبابيات. استاذ خالد يعني اعلنت بعض التيارات تخوفها من فكره سياده دوله القانون في ظل تصريحات الدكتور محمد مرسي بأنه سيحل المحكمة الدستورية العليا سيعيد البرلمان المنحل سيعيد محاكمة مرة أخرى الرئيس السابق يعني فكرة أنه رئيس الجمهورية سيتخذ قرارات قد لا تكون دستورية وجهة نظرك إيه من هذا التخوف؟ وجهة نظر الشعب حاضر الشعب حاضر وموجود واللي يفتكر أنه هو ممكن يتحكم في هذا الشعب مش يحكمه يبقى غلطان اللي يتصور أنه هو ممكن يضرب بعرض الحائط ركائز الدولة المصرية العميقة اللي موجودة من مئات السنين يبقى واحد فلو حاول سيفشل لو حاول سيفشل لأن أي قرار يمس سيادة القانون يمس ثوابت الدولة المصرية أنا بتصور ما عندوش تأييد شعبي كاسح يخليه يقول يعمل ده وهو مطمئن وبالتالي انا مش قلقان وده يعني عوده لسؤال حضرتك وسؤالك انت يا عاطف حوالين الخوف انا مش قلقان ابدا لان اي رئيس هيجي خاصه لو كان محمد مرسي هيبقى عامل حسابات كثيره جدا على ارض الواقع اين هو التيار الثالث اللي انا بكلمك فيه ده من مجموع الشعب المصري انا باكد لك ان هو اغلبيه الشعب المصري اغلبيه الشعب المصري في النص لا عايز الفلول دول ولا عايز الفلول دول لا عايز فلول الخلافه ولا عايز فلول الحزب الوطني فكره الواقع يمكن تفرض عليا اسالك سؤال كمخرج يعني الواقع ممكن يكون اكثر تعقيدا من الدراما احيانا يعني تخرج لنا زي المشهد من 4 الصبح من المؤتمر الصحفي يعني مؤتمر صحفي لاحد المرشحين 4 الفجر ده برضه توقيت جديد تماما في الرئاسه يعني ان هو يبقى في خطاب 4 الفجر يعني حتى انصار محمد مرسي وانصار شفيق مع حفظ الالقاب كل واحد بيعلن عن فوز المرشح بتاعه فتخرج لنا ازاي وكمان ومشهد الاعلام الملونه في سوريا ولبنان وغزه وحماس صحيح
اللي موجودة في ميدان التحرير. اخرج. بص الاول هدي تحفظ على علم فلسطين حاضر دائما ولا بد ان يكون حاضر دائما وليس له علاقة بفكرة حماس او غيرها. فلسطين في القلب من مصر وقضيتها تفضل في القلب من مصر. لكن اما علم بقى حماس والكلام بقى ده كلام عليه تحفظات شديده جدا. يعني احنا في كل مظاهرات الجامعه اللي كنا بنطلعها كنا بنرفع علم مصر ودايما علم فلسطين لان دي قضيه وبنيه عند الشعب المصري. فعشان ما نخلطش الامور بس احنا بنتكلم على الاعلام الثانيه. يعني اما بقى السيناريو اللي يعني هو انا رايي هو محكوم بالتفسير التامري للتاريخ. يعني المشهدين اللي حصلوا كل فريق عمل احتياطاته ان لو النتيجه ما طلعتش لصالحه يقول اهو تزوير. مش احنا قلنا ان احنا ناجحين بس هي دي يعني القصه. يعني نوع امر واقع واحد يعني. منهم صحيح بلا ادنى شك. يعني واحد من الاثنين اكيد فائز واكيد ارقامه اصح من الاخر مش كده ولا هو في احتمال ثالث؟ وبالتالي اكيد مش عارف لا هو ما فيش احتمال ثالث. احتمال الثالث هيجي يعني اكيد ما فيش احتمال ثالث. فواحد من الاثنين بيحضر نفسه عارف ان هو مهزوم وبيحضر فكره انه يهيج الدنيا ويقول لك انا زورت الانتخابات ضدي الى اخره. طب العلوم السياسيه شايف المشهد ازاي؟ من ناحيه يعني من ناحيه ال 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 في الشارع المصري هل هو فرح؟ دراماتيكي هل هو لا هو نوع من الاكتئاب الهستيري يعني الهستيري كده يعني لا يعني هي حاله من أنا أعتقد أن كل الشعب المصري بيدور على هذا المثل الذي يجسد أماله وطموحاته اللي عبر عنها يناير. وأعتقد أنه لم يجد هذا المثل الذي يبحث عنه ويجسد أحلامه وأماله حتى هذه اللحظة. وبالتالي هو بيحاول دائما أنه يبحث عن هذا الشخص الذي حجم التناقضات بينه مشروعه وبين مشروع الشعب المصري أقل ما يمكن. كل واحد بيحسبها من وجهة نظره بالإضافة إلى ما هو هامش الحركة الذي يمكن أن يتحرك فيه هذا الإنسان في ظل هذا المشروع أو في ظل المشروع الآخر. لكن تعليقا بسرعة عشان المشهد بس نشوفه ماشي إزاي وجاي إزاي. أنا أعتقد أنه رئيس الجمهورية القادم يخطئ خطأ جسيما إذا تصور أنه في بلد زي مصر خرجت من هذه الثورة ومن هذا الزلزال العنيف يحكم بها الآليات. بمعنى أنه هنا الرئيس سيأتي في معاناة للغاية. وبالتالي إذا حاول بقى أنه يحل المحكمة الدستورية أنه يعمل أنه يعمل أنه يعمل لا عليه أنه يقرأ التصريحات بتاعة المستشار الزند مهمة جدا حتى وإن اختلفنا مع الطريقة إنه حين يقول أن القضاء لن ينفذ المشروع الفلاني إذا صدر عن هذا المجلس ده بيحمل معنى يجب أن نتوقف عنده لأنه معنى مهم جدا. إنه سلطة رئيس الجمهورية الحقيقية هي إنه يصدر أوامر ويجب من ينفذها. إذا الرئيس أصدر أمرا ولم يجد من ينفذ هذا الأمر هو انتهى. حسني مبارك ترك الرئاسة مش لأنه أي شيء إحنا متخيلين. هو وصل إلى لحظة معينة عرف فيها إنه لو أصدر أمر للجيش هو لن ينفذ. لو أصدر أمر للشعب اللي في الميدان لن ينفذ. إذن هو شخص يصدر أوامر لا تجد من ينفذها. وبالتالي هو كان لازم أستاذ خالد المرشحين الثوريين اللي خرجوا من سباق الرئاسة زي دكتور عبد المنعم أبو الفتوح حمدين صباحي دكتور عبد المنعم أبو الفتوح ينتمي للإسلام السياسي ما نفس ولكنه محسوب أيضا على المرشحين الثوريين. كلام حقيقي يعني هو ابن المشروع الإسلامي يعني. أنا سؤال بقى لحضرتك هل هيكون ليهم دور في ظل رئاسة دكتور محمد مرسي لو افترضنا أن هو اللي هيكون فائز بالرئاسة؟ يعني أنا أستطيع أن أتحدث عن ما أعرفه في حدود مثلا حمدين صباحي قال وأعلن أنه هو لن يكون له دور مع لا مرسي ولا شفيق لو حد منهم حكم وسيتفرغ لبناء التنظيم الشعبي أو التيار الشعبي المصري اللي هو البديل الثالث الخمسة مليون اللي انتخبوه واللي فيه قطاع من حتى من الأصوات اللي راحت لمرشحين تانيين مستعدين يبقوا في هذا التيار لتشكيل لأن احنا محتاجين ما احوجنا الآن ان احنا نعمل تيار شعبي
منظم من اسكندريه. انا عايز اسالك على التيار ده خالد بعد اذنك. طب. يعني انت التيار الثالث بتتكلم عليه ده فكره جميله جدا للتعزيز. احنا سنه ونص يعني لم يتمثل فيه الثوار الحقيقيين جدا لا داخل اللجنه الدستوريه ولا داخل البرلمان، وكان في تفتيت في الاحزاب وفي القوى السياسيه، وكل باطماعه ربما او بقله خبره سياسيه قل يعني كيفما تشاء. سنة ونص لابد أن نتعلم من الأخطاء، لابد أن يتبوأ بقى الشباب الحقيقة مكانه في البرلمان النهاردة، نوحد بعض الأحزاب. يعني التيار الثالث ده كيف تعزيزه في المرحلة الحالية كيف؟ بص هقول لحضرتك، هو ناتج فعلا إدراكنا لأخطائنا. نعم. أولا القوى الثورية معظمها في هذا التيار، وأعتقد أن بقية القوى الثورية ستضم على هذا التيار، واعتقد ان كل الاحزاب اللي هي ذات توجه مدني سواء ليبرالي او يساري هتضم على هذا التيار، وهيبقى في تيار عميق، ويعني هتبقى في نهر التيار ده هيحفره في الحياه السياسيه المصريه، بعتقد هو الكفيل بان هو يشيل هموم الشعب المصري ويحمل اهداف الثوره على كتافه وينطلق الى الانتخابات البرلمانيه فيكسبها قصاد تنظيم الإخوان المسلمين، ويكسبها أمام من يريد إعادة إنتاج النظام السابق. أنا بتصور أنه هو قادر، لأن من غير تنظيم هو يعني هو أعرب عن نفسه وعبر عن نفسه بجلاء في الانتخابات. فما بالك لو بتنظيم، فما بالك لو كان هناك تنظيم. صحيح. وإحنا بنتحدث مع القوى السياسية في الأيام اللي فاتت دي، القوى السياسية اللي هي المدنية الأحزاب كلهم متحمسين جدا لفكرة التيار الجامع ده، إعادة الصفوف بقى. وفعلا وكان شرطنا واحنا بنتكلم ان الذي يقود هذا التيار هم الشباب. يعني كل من فوق ال 40 او ال 45 سنه ده يشتغل كده مستشار زي الفل لهذا التيار، يشتغل حكيم لهذا التيار. تمام. لكن الجيل اللي كان طليعه هذه الثوره هو اللي لازم دلوقتي يتقدم الصفوف، وهو اللي لازم يخش الحياه السياسيه ويخش المعترك السياسي عشان ياخد خبرات عشان يقدر يقود. طيب. الامه ديت بعد 5 سنين او 10 سنين بالكثير لازم يكون واحد من ولاد اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير ده رئيس جمهوريه. ده اللي احنا بنتكلم عليه وبندعو له في كل مكان، واعتقد ان احنا في شهور قريبه باذن الله هنستطيع ان احنا نؤسس لبنات مهمه في هذا الطريق. مع حاله امامنا دقيقه ونص هنعرف من دكتور حازم وبرده من حياتك كده، اقعد فكر لنا في سيناريو لمصر بعد اعلان النتيجه الرسميه للانتخابات، رساله حتميه للشعب في حال فوز دكتور محمد مرسي بالرئاسه. اعرف من حياتك الاول هنتقبل قرار اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه، وسيقسم الدكتور محمد مرسي القسم الدستوري امام المحكمه الدستوريه العليا، وسيتولى مهام منصبه وفق ما هو متاح امامه من صلاحيات وسلطات. والله نجح في انه يدير الامور بشكل جيد. هذا الشيء. طب ازاي هيقسم اليمين امام المحكمه الدستوريه وبعدين يحل المحكمه؟ لا ما هو مش هيحل المحكمه الدستوريه، معلش هو لن يستطيع انه يقترب كلام مرسل من مؤسسات الدوله، لن يستطيع انه يقترب من اي مؤسسه من مؤسسات الدوله، لانه الاعلان الدستوري وبيكشف تماما عن نيه المجلس القوات المسلحه بانه لن يسمح لاحد بانه يتلاعب بشكل الدوله المصريه. هو في الاعلان الدستوري المكمل بيضع نفسه بشكل ما حاميا للدوله وليس فقط لحدود. تمام. استاذ خالد يعني في نص دقيقه تقول للشعب المصري اللي الحقيقه بيستشعر انه داخل على مجهول سواء بفوز شفيق او بفوز مرسي. انا اقول انا مطمئن ومش قلقان.